كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن تفاصيل تقرير حكومي رصد كيف مولت قطر وغيرها من الحكومات الأجنبية سرا الجامعات الأمريكية. وأشار التقرير الذي أعدته وزارة التعليم الأمريكية عن المدارس والعقود الأجنبية أن عددا من الجامعات الأمريكية فشلوا في إبلاغ السلطات الأمريكية بمصادر أكثر من 1.2 مليار دولار من الأموال الأجنبية والتي تلقتها في السنوات الأخيرة، بما في ذلك 760 مليون دولار تتعلق بحرميها الجامعي في قطر. وأضاف التقرير أن هناك قلقا من أن تكون الأموال الأجنبية تأتي مع قيود أو توفر الحكومات الأجنبية وصول غير قانوني إلى البحوث الحساسة أو تحد من الحرية الأكاديمية في بعض البرامج. وأشار إلى أن قطر تدفع رشاوى بقيمة 12 مليار جنيه سنويا لاستصدار تقارير من مراكز أبحاث أمريكية ضد مصر، السعودية، الإمارات، والإشادة بأداء قطر وتركيا. معنا على الهاتف الآن السيد سمير راغب، مدير المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية. يعني تحياتي يا فندم في البداية، وإذا طرحنا هذا التساؤل، يعني على ماذا تعول قطر في هذه الرشاوى بعد أن انكشف الأمر للعالم الخارجي؟ حتى لحضرتك، قطر بتلعب على وصول صورة زائفة لبعض الدول اللي ربما ما يكونش إعلام الاعتدال العربي بيوصل لها، او حتى الاعلام الامريكي، يعني مش يعني الخبر ممكن ما يوصلش المناطق، بجانب هم بيلعبوا على فئه مغيبه. الفئه المغيبه دي بتتابع اعلامهم مستند على يا اما مركز بحثي مستقل حصل على رشوه فبالتالي دراساته لن تكون منضبطه او موثقه، او جمعيات حقوقيه بتحصل على دعم وتمويل، والجامعات يعني اللي هي بتمد المراكز البحثيه بالباحثين، وزي ما في كل دوله بيبقى في في الاعلام جزء من الاكاديميين وجزء من المراكز المستقله وجزء من المسؤولين السابقين. قطر بتسعى دائما انها تكون بتعمل راي عام كاذب في دوائر اجنبيه وفي منصات دوليه عشان ينقل الاعلام القطري، فيقوم يقول لك انا ماليش دعوه، انا بنقل عن مركز بحثي او عن جامعه. وفي تحقيق الحقيقه من مايو الماضي لان في مخالفه للقسم 117 من قانون التعليم، تقدم نواب من الكونجرس من 7 لجان، منها لجنه المخابرات ولجنه القوات المسلحه، العلاقات الخارجيه، التعليم، العلوم، في فكره ان زي ما حضرتك تفضلتي ان الموضوع ده بيأثر على اما تعطيل بحوث او خروج بحوث مضلله، وان المفروض القانون الامريكي اي حد جامعه بتحصل على دعم في خلال 12 شهر في حدود ال 250 الف دولار او اكثر لابد ان تبلغ. اللي حصل انها لم تبلغ جامعات، ومنها جامعه تكساس اي اند ام ان ليها فرع في الدوحه، ودايما الدوحه بتعتمد على وجود افرع لجامعات ومراكز ومؤسسات دوليه عندها عشان يكون في طريقه انها تقدم رشوه. طبعا في جزء خاص بالثاني ان هم بيقدموا رشوه للجامعات عشان ابنائهم يحصلوا على الماجستير والدكتوراه بدون الحضور حتى للحرم الجامعي، ومنهم وقع للشيخ خليفه الاخ الاصغر للامير تميم امير قطر انه حصل على جامعه في جنوب كاليفورنيا على البكالوريوس والماجستير ولم يدخل الحرم الجامعي مقابل تقديم رشاوى قدمتها الشيخه موزه. اجمالي ما قدمته الشيخة موزة يعني، وهذا هو ليس بجديد على قطر. يعني طبعا انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا السيد سمير راغب، مدير المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية، وعذرا للمقاطعة لضيق وقت النشرة.